وفق دراسة لوزارة العدل بال2008، 58% من الانتهاكات بحق الأولاد هي اعتداءات جنسية، ومن هنا أهمية كسر جدار الصمت وتسليط الضوء على هذه الجرائم. فضيلة، مساء الخير فضيلة. مين من عائلتك وقع ضحية التحرش والاعتداء؟ بناتي، ثلاث بنات. مين هو هالمعتدي؟ واحد كان يفوت ويطلع لعنا من 20 سنة، من أول ما كنت أنا متجوزي جديد جوزي، يفوت ويطلع ويقعد معنا يعني ورفيقه لجوزي وبيتعاطانه وعطول بيروح وبيجي لعنا. كانت دايما بتحكمني مشاوير اتركه، هو جوزي هو بيتي هو بقلب البيت وبطلع. يعني بناتك فتحوا عيونها على الحياة يعني أخلوا على إيدي بناتي، يعني هو اللي رباهم. أدي أعمار بناتك؟ واحدة عمرها 8 سنين، والتانية عمرها 10 سنين، والتالتة عمرها 15. اعتدى على الثلاثة؟ تحرش فيهم هدوليك، بس البنت الكبيرة بس اعتدى عليها أخدها. كيف عرفتي؟ اجت أختي قالت لي أختي في واحد بده يشوفني، ما بعرف شو بده مني. طلع قام اجا لعنا، اجت قعدت اختي هي عملت له فنجان قهوه، واجا قال بدي ارجيكي صور لبنات بركي بتعرفيهم. هو بيعرفنا مزبوط هيدا لانه نفس المنطقه. اجا ورجها صور البنات، بنات اختها ما بتعرفهم، عايشه هي وياهم. شافتهم واقف شعر بدنا قبض بالصوت انه شو هذا اللي انت من وين جبت هدول الصور؟ قال من فلان. انت شفت الصور؟ نعم، بعد ما أختي شافتهم جابتهم وأرجتني إياهم على تليفونها. لما شفت الصور أنا ما استغربت، يعني شيء ما بيتقبله لا العقل ولا الدين ولا الضمير. زلمي هالقد قدو عم يتعاطى مع بنات طفال، مع بنت ما عمرها 10 سنين، شالح ثيابه عم يتعاطى أمور منا مزبوطة مع البنت، مشلح البنت، يعني أمور منا مزبوطة مع البنت. والبنت التانية كمان نفس الشيء، شفته مع البنت التانية مصورة صور نايم معها طبيعي عادي. صور بناتك كانوا واعيات أو كانوا ضمن تحت تأثير مخدر معين؟ مخدرين ما ننبو عيين البنات. فتحين عيونهم؟ ايه مفتحين عيونهم، بس الصغيرة كانت هيك انه بتحسيها منا طبيعية مدودقة بقلب الصور. أدي عمرها الصغيرة؟ عمرها 10 بس طالعة بال11، لسا ما مضبطة. وين صورون؟ عندي بقلب البيت. وين؟ عندي بقلب بيتي. أنت وبين وين كنت؟ كان يفوتوا ويطلع لعنا ونحن أوقات ما بنكون بالبيت، وأنا كنت دايماً إنه مرة ضليت شهر بالمستشفى، مرة 22 يوم جوزي بالشغل، بس هو كان يفوتوا ويطلع عادي لعنا، يعني كنا موجودين ما كنا موجودين بيجي لعنا. هالقد كان عندكم ثقة فيه وهالقد يعني قلتي لي خلقه فتح عيونهم؟ هو معنا على إيديه. هو معنا يروح ويجي وأوقات ينام عنا ويضل عنا. لما شفت الصور اول شيء شو عملتي؟ اتهمتي بناتك؟ اول رده فعل، لان اول رده فعل اجمالا نقتل الضحيه مرتين، يعني كاول رده فعل شو كانت تجاه البنات؟ اول رده فعل ما تملكت اعصابي، صرت شيل الكراسي وكسرهم، هشت على البنات، ضربتهم، قتلتهم، فزعوا البنات مني، ما عاد يقبلوا يقربوا علي، ما عاد يقبلوا يعطوا معي، انه ولا انا صرت سقط الوشي اضرب حالي، انه شيء وضع صعب كان بالنسبه لي كثير. صرت اقول وين بدي احط وشي بين العالم؟ كيف بدي امشي؟ كيف بدي احط عيوني بعيون العالم؟ ضربت البنات وكان عندك رده فعل على البنات ليه؟ اعتبرتيهم مذنبات وهن متواطئين معه؟ نعم. هاي ردة فعل انفعالية أول شيء. لما رجعتي فكرتي بينك وبين حالك ورجعتي على العقل، كيف تصرفتي معهم لما بلشت تحكيهم؟ حطيت الحق على نفسي أنا، حطيت الحق علي وعلى أبوهم وعلى أهلي. ما كنت تحكي معهم؟ ما كنت توعيهم هن وصغار؟ أم هذا الحديث كان ممنوع بالنسبة؟ لقلنا كان ممنوع، ما كنا نحكي بهيك مواضيع. أنا عمري ما قربت على أولادي ولا حكيت الموضوع الجنس.
إذا حدا تحشر فيكم ما تقربوا عليه أو ما تحكوا معه أو أنا بحياتي ما أنا جاهلة ما بعرف لهيك أمور والربيت يعني ما أنا بربيت بنضيع ما بعرف لهيك أمور وجيت على ربيت إنه هذا الشيء ممنوع ينحكى فيه إيه وقضيت عمري وأنا ممنوع أحكي بهيك أشياء ولا خلي ولادي يتقبلوا ويسمعوا تحية تحية لفضيلة تحية لصرخة الأم تحية لجرأتك الليلة تحية لوجعك الليلة تحية أنا بطلب من الله ومن القضاة اللبناني ياخد لي حقي منه أنا بدي حقي منه اليوم بتندمي إنك أنت ما حكيتيهم ما وعيتيهم ما كان في تربية جنسية صالحة مفردات تعلمي لكل طفل بعمره تعلميهم هالكلام ويحكوا أنا بنصح كل أم محلي تنبه أولادها تحذر أولادها من إذا يوقفوا على باب بدهم ينزلوا على الشارع بدهم يروحوا على المدرسة بتحذرهم من هيك أشياء أنا بخطي نفسي كتير اللي معلم إنه لازم نربي أولادنا على هالكلام لازم نحكيهم كل وقت كل طفل على قد عمره نعطيهم المعلومات الجنسية اللي لازم كل عمر بيقدر يستوعبها هيدا الشيء اللي بتقوليه هذا هو اللي حاب يقوله لكل أم ولكل أم اللي ما عرفت مثل حكايتي جالي إنه تربي أولادها تربية مظبوطة أنا تربيت إنه هذه الأمور حق عيب أنت مش جاهلة انت ربيتي بمجتمع جاهل انت ربيتي بمجتمع بيجلد اي شخص مفكر يحكي بهالمواضيع كل ما منقول جنس بتقوم لقيامه وليكل كبت وين عم بوصلنا وعدم تطرق لهالمواضيع بالطريقة الصحيحة والعلمية المضبوطة بدي ارجع للجريمة لما رجعت لغة العقل وحكيتي مع اولادك حكيتي مع بناتك بهالموضوع لمت نفسي قبل ما لوم بناتي شو قلتي لهم شو سألتيهم قلت لهم انتو كيف عملتوا هيك قال لي أمي ما بنعرف ما بعرف كيف ما بنعرف نعرف إنه إجا جبلنا صور لقلنا وصار يستفزنا فيهم كيف أي أساليب ترغيب وترهيب صار يستعملهم على كيف كان يرغبهم وكيف كان يخوفهم إنه ما يحكوا ما بعرف كانت مرة دايما بيجيب لهم سحلاب بيجيب لهم مشريات بيشتري لهم مثلا البنت مثلا أوقات بدها تقول بدها غراض بدها شيء بيجيب لها إياه يعني أبوها ما أنه قادر أنه يحقق لهم لأولاده كان كل رغباتهم كيف قدر أول مرة يصورهم؟ حط مخدر بقلب السحلاب وسقاهم إياه ولما ساعة اللي سقاهم إياه للبنات صورهم هون بعد منها صار يستفزن بالصور البنت الكبيرة صارت تفزع يعني ما البنت الكبيرة بتخاف من هيك أشياء وماني معلمتهم يحكوا هيك أشياء إنه ما يعني بس تسمع بهيك السيرة صار دايما يقلها للبنت الكبيرة إذا ما بتعملي لي مثل ما أنا بقلك بدي أعرض الصور على التليفونات أو على الإنترنت هيك صار يقلها والبنات بناتي معلمتهم أنا حاططهم بالمدرسة بس البنت الكبيرة ما أنا متعلمة يعني عمرها 13 كانت بأثناء عمرها 13 لما محاول مارس معه هو اعترف هيك بالتحقيق البنت الثانية كيف انجرت؟ قالت له أختي الصغيرة شافتني لازم تصورها منشان ما تقول لأمي ولا أبي إيه؟ هيك صار قد استمرت فترة الاعتداءات؟ شي سنة ونص سنتين ما بعرف هيك شي يعني كان بنتك الصغيرة عمرها 8 سنوات؟ سنتين تقريباً وما حسيتي ولا عرفت وبقلب بيتك وبقلب بيتي ولا عرفت كنت روح على الشغل أنا أشتغل ما كنت أعرف إنه شو عم يصير من ورا ظهري بس كهالسنتين الأطفال بناتك ما عطوا إشارات عادة بتعرض لاعتداء جنسي بيرسلوا إشارات انعزال بيكونوا أوقات عدائيين زيادة عن زوم بصير في يعني بصير عندهم مشاكل يعني بصير عندهم مشاكل نفسية وجسدية جراء الاعتداءات ما شفت مثلا بقع دم بتيابهم الداخلية ما شفت ولا أي إشارة قدرت تفهم شو هي لا أبدا أبدا ما لي حظ ما انتبه أدي عمره هذا المجرم اللي عنده ميول شاذة 50 سنة وبنتك 8 سنوات ضلوا على فترة سنة ونص سنتين خايفين
هو فقط خوف او تماهي مع الجلاد، بصير الجلاد بشوفه البنت الكبير، البنت الصغيره الصغيره كانت ما بتهاجمه، اما بقيه البنات بس يحكوا معه كانوا يفزعوا ويخافوا منه. يعني بتحسن هيك انه مثلا مثل اللي بيخاف بيعملوا له حساب. هذا المجرم اللي عمره 50 سنه كان مجوز، كان اعزب، مجوز مرتين، مجوز اثنين وعم بيتحرش بولاد. غلطه، وانا بلوم حالي لها مدى العمر، وانا اكبر حق علي، اكبر الغلط الكبير مع بناتي. انا ما بحط حق على بناتي، بحط الحق على نفسي. كيف بجرأ فوت اي انسان على بيتي؟ لو اخي ما عاد لازم يفوت على بيتي. انا تربيت، والجرح اللي دخل جوات قلبي ما ممكن يطيب بالهين. لما كان يهتم هالقد ببناتك، يهتم فيهم، يعرض لهم شو بدهم يجيب لهم، ما حطيت علامات استفهام؟ ما قلت ابدا؟ قصدت انه مثلا انه بيهتم على اولادي، بيحبنا، بيخاف علينا، بيغار علينا. عمري ما لاحظت عليه، عمره ما بين لي اي شيء، ببين زلمه محترم وادمي. وهو بالحقيقه مجرم شاذ، انسان 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 مخنوقه عن التعبير، ما بعرف اعبر. انا بطلب من القضاة اللبناني انه تاخذ حقنا نحن الجهال اللي ما منعرف شيء. انا بطلب من القضاة اللبناني حاكم لي وياخذ لي حق بناتي وحقي منه. فضيلة، عادة الضحية بتختار الصمت وبتقول بدي لملم هالقصة واتركها بيني. حيول ليه اليوم طلعتي على التلفزيون وعم تحكي قصتك قدام الكل؟ شو بدك تقولي؟ بدي اقول لكل ام تحط بناتها جوات عيونها وتحذرن من هيك اشياء. كل ام لازم بنتها من خلقتها تقول يا ماما ديري بالك من اي انسان يعطيكي شيء او يتقبل تاخدي منه شيء بيكون بده منك شيء. يعني توعيها لبنتها، تفهمها اللي انا ما قدرت عملته مع بناتي. يوم وضع بناتك شو؟ وضعهم النفسي، وضعهم الجسدي؟ وضع بناتي ما عاد لهم عين، يتخلطوا مع الاولاد، مع الحاره، بينزلوا على الحاره ما لهم عين، ما بيروحوا ما بيجوا، كثير صاروا يستحوا من نفسهم، بيخجلوا. انه حتى انا ودائما اخوهم بيهتن بيقول لهم انا ما عاد لي عين امشي بالحاره. كان عندي قرايبين، عندي جيران بروح لعندهم، اعتذرت عنهم، ما عاد لي عين. ليه بده يكون ضحيه هذه الجريمه المقرفه؟ ليه بدنا نلومه؟ ما بعرف، انا حسيت كثير. ليه بدنا نحاسبه وهو ضحيه؟ أعز الناس لقالي هي عمتهم مثلا، قالت إنه ما بتتقبل بناتها، أوعى من بناتي، ما في معمرة ما عندها بنات من عمر بناتي، قال ما بتأمن على بناتها يمشوا مع بناتي. تصور أنا بوصل لهيك مرحلة من أخته لجوزي بتقلي أنا بخاف على بناتي؟ من بناتك، وبناتها أصبى من بناتي، أعمر. قلت لها الحق بإيدك، انخجلت، حطيت راسي بالارض. قلت لك شو بتحكي؟ انا معكي. ليه بدك تحطي راسك بالارض اذا اولادك ضحيه؟ اولادك ضحيه مجرم سفاح قاتل. ما بعرف. والتحرش بيصير، ممكن يصير بكل بيت. مثل ما قلت بدايه المحور، تقريبا 60% من التحرشات اللي بتصير بحق الاطفال هي تحرشات جنسيه واعتداءات جنسيه. انا عمري ما كنت اعرف انه هيك بده يصير فيني، عمري ما عرفت. يعني حكما ما في متابعه نفسيه للبنات، ما حدا تابعهم نفسيا للبنات، انا بوعدك فضيله انه بناتك نحن رح نتابعهم، بناتك رح نحطهم على اختصاصي يتابعهم، ويصير في اعاده تاهيل نفسي وجسدي لبناتك، لانه بناتك بيعنوا لنا ايضا كثير. وشكرا لك، شكرا لجرأتك، شكرا.